أقول في هذا السؤال يا فضيلة الشيخ، ما هي الذنوب التي يكفرها قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإنها لم تحدد الذنوب التي تغفر بالذكر، ذكر الله عز وجل بالتهليل والتسبيح والتكبير والتحميد، لم تحدد، تغفر له جميع الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا لمن أخلص النية لله عز وجل وذكر الله بقلب حاضر محتسبا للأجر والثواب من الله عز وجل، مخلصا لله في عقيدته وفي عبادته وفي توحيده. نعم.